أسباب كثيرة كتؤدي لتلوث الهواء، الدخان والغازات المنبعثة من المصانع اللي كينتج عليها أدخنة عبارة عن حوامض في السحب واللي كتعطي تساقطات حمضية كتلحق الضرر بالغابات والحياة البرية، بالإضافة إلى وسائل النقل. مجموعة من الإجراءات اتخذتها الدولة في مجال مكافحة تلوث الهواء كتهم مجموعة من الجوانب، منها ما هو قانوني ومنها ما هو تقني، ومنها ما يتعلق بالتحسيس والتوعية، ومنها ما يتعلق بالمراقبة اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. لمكافحة تلوث الهواء أول شيء وهو يجب تعزيز مراقبة هذا التلوث سواء بالنسبة للوحدات الصناعية أو وسائل النقل. وبالنسبة لهذا الجانب الوزارة كتوفر على واحد المختبر اللي مجهز بالمعدات الضرورية لمواكبة عمل الشرطة البيئية والقيام بهذه المراقبة. بالنسبة للإجراءات اللي كيقوم بها المختبر مجال مكافحة تلوث الهواء، هناك المراقبة سواء بالنسبة للشكايات أو بالنسبة كذلك الخدمات اللي كتجينا من عند الوحدات الصناعية. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.